جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرا ما يواجه المعلم أو المعلمة بعض المتاعب في تدريس الطلبة والطالبات، وكثيرا ما يضطر المعلم أو المعلمة للحلف أثناء الغضب، وبعد أن يهدأ الواحد يرى أن ما حلف من أجله صعب تنفيذه عليهم وأحس بتأنيب ضميره، فما الحكم إذا رجع عما حلف عليه؟ جزاكم الله خيرا. أنا فيه تفصيل، إن كان قاصدا لعقد اليمين فإنه يتلزمه الكفارة إذا حنث فيها، ولو كان صعبا ما حلف عليه. إلا المستحيل، إذا كان الأمر مستحيلا فلا تنعقد اليمين، أما إذا كان ممكنا وخالفه فإنه تجب عليه الكفارة إذا خالفه مختارا ذاكرا ليمينه، إلا إذا كان حلف في حالة غضب شديد ولم يقصد عقد اليمين وإنما جاءت على لسانه من شدة الغضب، هذه يمين غير منعقدة، تكون من لغو اليمين وليس فيها كفارة، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم الأيمان. الحاصل أنه إذا حلف إن كان على أمر مستقبل ممكن وكان قاصدا لعقد اليمين وجبت عليه الكفارة بمخالفته، وأما إذا حلف وهو مغضب شديد الغضب ولم يقصد عقد اليمين فإن هذه تعتبر من لغو اليمين ولا كفارة فيها. نعم.